وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم يا رب عليكم، وان شاء الله تكونوا جهزتوا للعيد ويكونوا عملتوا معانا كل الحاجات الحلوة اللي عملناها، وتكونوا انبسطتوا معانا في الحلقة واول حلقات والاكل اللي عملناه. وعايزة اعرف رأيكم كان ايه، نفذتوا ايه وما نفذتوش ايه، ويا رب ان شاء الله تكونوا معانا كل سنة على خير يا رب في صحة وسعادة. والنهاردة هنفطر ايه وهنعمل حلو ايه؟ النهاردة هنفطر بقى حاجة حلوة كده تنفع لبكرة كمان، يعني تعملي منها النهاردة ويبقى معاكي البكرة، ينفع تفطروا منها بكرة فطار بقى وسون طيبين. ينفع تفطروا بيتزا، بيتزا وحشتنا ما عملناهاش طبعا، كل الشباب الحلوين بيحبوا البيتزا جدا. انا عارفه جيل القديم ممكن ما يكونش هاب، بس معلش احنا اخر يوم فممكن ياكل حاجه بعد كده، اي حاجه بعد كده مش مشكله. طيب البيتزا طبعا مواصفات الحلوه قوي، وزي ما قلت كده بتنفع تقعد لغايه تاني يوم، ومحبوبه جدا، تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، فيعني هتعملوها ومش هتتضايقوا منها قوي، لان انا حابه ان انا اعمل لكم لاول يوم العيد كمان. بنحتار دايما اول يوم العيد ناكل ايه، فمنها النهارده، يعني اللي هنعمله النهارده البيتزا دي ممكن بكره ان شاء الله تاكلوا منها طول النهار، مش هتطبخي خلاص اجازه. فهنعملها ازاي؟ هنعمل عجينه البيتزا الاول، دي عباره عن ايه، كيلو دقيق. انا بعمل لك كميه عشان تقضيك، طبعا حابه تكتري حابه تقللي ده براحتك. كيلو دقيق على نص كوبايه من الزيت، عليه معلقتين كبار خميره، نص كوبايه من اللبن، معلقه كبيره من السكر، ورشه ملح، وهناجم بالميه لغايه ما تلاقي عجينه طريه في ايديك زي عجينه العيش. اسيبها على جنب تخمر. حلو كده، سهله جدا دي، في ثانيه بتعجنيها وسيبيها على جنب. تعالي بقى هنعمل لحمه معصجه، او لو انت عندك في الفريزر. انا عصج لحمه، وانا بعصج اللحمه دي بروح ايه، لو انت عندك طلعيها حطيها في الحله، عصج لحمه بالبصل عادي واللحمه المفرومه ملح وفلفل وبهارات كل الكلام ده. هكون مقطعه كميه من الفلفل، فلفل الرومي، ومقطعه كميه من الطماطم حبه كويسين كده، اروح حطاهم على اللحمه المعصجه دي، احط عليها الفلفل والطماطم والكلام. هكون عندي زيتون حلقات، اروح جايبه زيتون وحطاه عليه برضو. انا عايزه اعمل لي حاجه سهله قوي خلاص، وبعد كده اقلبهم كلهم مع بعض كده، جهزت الحشو. طب صلصه البيتزا، عصير طماطم عليه معلقه كبيره ثوم مفروم، يعني كيلو طماطم مثلا هنعصره ماشي بميته، عليه معلقه كبيره ثوم مفروم، معلقتين كبار زعتر ناشف، نص كوبايه من الزيت. يبقى كده كيلو الطماطم عليه معلقه كبيره من الثوم المفروم، معلقتين من الزعتر، ونص كوبايه من الزيت، وملح وفلفل، وتحطيه كله على النار كله مع بعضه، وسيبيه يغلي لغايه ما يتسبك نص تسبيكه، يعني تحس ان هو تقل في ايديك كده. خلاص شيليه وسيبيه يبرد كده. خلاص تعالي بقى هاتي العجينه وقسميها حسب الصواني اللي عندك، وافرديها بالنشابه على قد ما انت عايزه الصينيه. حطيها في الصينيه، هتحطي عليها الصلصه تكون بارده، لازم تكون بارده عشان ما تبوظش الخميره، وبعدين عليها الحشوه اللي انا عملتها الحلوه دي اللي باللحمه والفلفل والطماطم ده كله، واروح حاطه عليها بقى ايه، رشه جبنه رومي مبشوره، الجبنه الموتزاريلا، وادخلها الفرن. طب انا لو مش عايزه احشي لحمه ممكن تحشي جبنه بس، على فكره عادي جدا الصلصه وعليها الايه، اي حشوه انت عايزاها. يبقى هو صلصه وحشوه وجبنه بس كده. طب نعمل ايه حاجه حلوه بقى للعيد بقى دلع كده؟ تعالوا نعمل بسكوت جوز الهند، سريع سريع سريع. ده شكله ايه بقى؟ انا هعمل لك كوبايتين بس، خلاص احنا تعبنا كتير طول العيد بقى وفي رمضان، خلاص كفايه. تعمل كوبايتين كده على الماشي، كوبايتين دقيق ماشي، كوبايه زبده، كوبايه سكر بودره، كوبايه جوز هند، ثلاثه بيضه، معلقه صغيره بيكنج باودر، ونعجن كلهم مع بعض. سهله جدا، يعني كوبايتين دقيق عليها كوبايه جوز هند اللي بيهم مع بعض، كوبايه الزبده تكون طريه مع كوبايه سكر بودره، قلبيهم مع بعض وحطي عليهم البيض، وبعدين نزلي كل المواد الجافه اللي عليهم مع البيكنج باودر، وشكلي كور 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 صغنونه خالص كده، وحطيها في الصينيه ودخليها الفرن. بس سهله جدا وبسيطه. طب احنا بقى اخر يوم رمضان عايزين نشرب حاجه حلوه كده بقى وتغذينا ولذيذه كده، تعالوا انا اعمل لكم عصير كوكتيل. كوكتيل فاكهه بقى على بعضها، موز على فراوله على تفاح على كيوي لو عندك على شمام، بصي اي فاكهه على جوافه
كل ده لميه على بعض. اي فاكهه عندك هتروحي حطها في الخلاط وعليها ميه وسكر، عليها ميه وسكر بس كده، وتضربيهم كويس قوي قوي قوي. اهم حاجه مش عايزين نصفي، يعني ما تحطيش اي حاجه فيها بذر فيها خالص ولا حاجه فيها قشر، يعني احنا عايزينها كلها. اي فاكهه بتحطيها خلاص انا مش هصفي، علشان مش عايزه اعصرها ميه، عايزه اعصرها فتافيت صغننه كده تمام. عايز تحطي عليها شويه لبن ممكن جدا، تروحي حاطه معاها نص كوبايه لبن، ويبقى عملتي دوره عصير كوكتيل محترم مغذي. وبنودع بيه بقى رمضان، ويا رب كده يعودوا علينا وعليكم دايما بالخير والسعاده يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب تكونوا انبسطتوا معانا. انا انبسطت جدا جدا معاكم الحمد لله، ويا رب انتوا كمان تكونوا انبسطتوا. واستنونا في رمضان جاي باذن الله على خير، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد، والسلام عليكم.